أهلا بيكم يا سنة رابعة، أنا ميس هدير بهنسي، وده الدرس التاني في مفهوم الأجهزة والطاقة، والدور النهاردة على نشاط رقم 4، ما الذي تعرفه عن الأجهزة والطاقة؟ يلا بينا نتعرف على علاقة الأجهزة بالطاقة. طبعا زي ما احنا عارفين يا سنة رابعة، عشان نقدر نشغل أي جهاز بيبقى محتاج لطاقة تشغله، زي بالظبط كده التلفزيون عشان نشغله لازم نوصله بالكهرباء، صح كده؟ ولما بنشغله بنلاحظ ان هو بيطلع لنا صوت وضوء كمان، يعني من هنا نكتشف اننا كده عندنا تحولات في الطاقة، يعني تدخل بصورة وتطلع لنا بصورة تانية، صح كده؟ مش احنا وصلناه بالكهرباء وبعدين لقيناه طلع لنا صوت وضوء؟ طيب يبقى احنا كده عندنا مصطلح اسمه ايه؟ اسمه الطاقة الداخلة، ودي الطاقة المستهلكة في الجهاز عشان يشتغل، تمام كده؟ طيب نقول تاني عندنا حاجة اسمها ايه؟ اسمها الطاقة الداخلة، والطاقة الداخلة ديت هي ايه؟ هي الطاقة المستهلكة في الجهاز حتى يعمل. طيب عندنا مصطلح تاني اسمه بقى الطاقة الناتجة، الطاقة اللي بتطلع لنا بقى، هي دي بقى الطاقة التي ينتجها الجهاز اثناء تشغيله، الطاقة التي ينتجها الجهاز اثناء ايه؟ تشغيله. يعني كمثال كده على التلفزيون اللي اتكلمنا عنه، هنلاقي ان الطاقة اللي دخلت هي طاقة كهربية، يعني احنا وصلنا فيشة التلفزيون بالكهرباء. اما الطاقة اللي طلعت لنا، الطاقة الناتجة بقى، طلعت لنا ايه؟ طلع لنا طاقة صوتية وطلع لنا طاقة ضوئية طبعا من التلفزيون. طيب تعالوا بقى نتعرف على امثلة على تحولات الطاقة داخل الاجهزة ديت. عندنا مثلا هنا مثال هنا كده مجفف الشعر اللي هو اسمه الاستشوار، ده عندنا هنلاقي الطاقة اللي بيستهلكها اللي هي الطاقة الداخلة دي طاقة ايه؟ كهربية، يعني لازم نوصله بالكهرباء عشان يشتغل. طيب بيطلع لنا طاقة بقى تانية، بيطلع لنا طاقة ناتجة اللي هي ايه بقى؟ اللي هي طاقة حرارية، تمام كده، بيطلع لنا حرارة عشان يفرد لنا الشعر، بيطلع لنا طاقة صوتية، بيطلع صوته وهو شغال، بيطلع لنا طاقة حرارية بايه؟ بيهتز كده وهو شغال. طيب عندنا بعد كده تاني حاجة مضخة الصابون، المضخة اللي احنا بنضغط عليها كده عشان تنزل لنا الصابون ديت، عندنا الطاقة اللي هي بتستهلكها اللي هي طاقة وضع، تمام كده، بتبقى هي ثابتة مكانها طاقة وضع. طيب عندنا بقى الطاقة اللي بتطلع لنا هي طاقة ايه؟ حركة، يعني انا لما بنضغط على الزر كده عشان ينزل لنا الصابون بيحصل ايه؟ بيحصل عندنا هنا ان الصابون بيبدأ يتحرك وينزل على ايدينا، صح كده؟ فدي كده اسمها طاقة ايه؟ طاقة حركة. طيب تعالوا ناخدوا امثلة تانية كمان، لما يقول لنا هنا الغسالة، الغسالة مثلا محتاجة طاقة ايه؟ طاقة كهربية، بتطلع لنا ايه بقى؟ بتطلع لنا طاقة حركة، تمام كده، الغسالة بتبدأ تتحرك عشان تنظف لنا الايه؟ الملابس، بتطلع لنا كمان طاقة صوتية، الغسالة بتطلع صوت وهي شغالة، بتطلع لنا كمان طاقة حرارية. طيب عندنا بالنسبة كمان للخلاط، الخلاط ده هنلاقي ان هو بيستخدم طاقة كهربية عشان يشتغل، وبيطلع لنا طاقة حركة وطاقة ايه؟ صوتية. طيب تعالوا نكمل معانا كمان الامثله بتاعتنا، معانا هنا اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وهي ايه؟ وهي مركبه كيريوسيتي، بتستخدم طاقه شمسيه وبتطلع لنا طاقه كهربيه. عندنا كمان ماكينه الخياطه، ماكينه الخياطه دي بتستهلك طاقه ايه؟ طاقه كهربيه، بتطلع لنا طاقه ايه؟ بتطلع لنا طاقه حركيه، بتبدا ان هي تتحرك كده عشان ايه؟ عشان تخيط الملابس. طيب عندنا بعد كده التلفزيون اتكلمنا عنه، قلنا ان هو بيستخدم طاقة كهربية وبيطلع لنا طاقة صوتية وطاقة ضوئية. عندنا كمان المكواة، عارفين المكواة اللي احنا بنكوي بيها الهدوم دي، بنستخدم فيها طاقة كهربية طبعا لازم نوصلها بالكهرباء، وبتطلع لنا طاقة حرارية عشان نفرد بيها الملابس، تمام كده سنة رابعة. عندنا هنا في نشاط رقم 5 بقى سنة رابعة بعنوان سلسلة صور الطاقة، بس خلينا فاكرين كده في الأول حاجة مهمة جدا، إن المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض كله هو إيه؟ هو الشمس، الشمس هي مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض كلها. طيب عندنا هنا بيقول لنا إن الشمس دي بتنتج أغلب صور الطاقة اللي بنستخدمها. طيب يا ميس هدير عرفينا كده الأول يعني إيه سلسلة صور الطاقة أصلا؟ سلسلة صور الطاقة يا سنة رابعة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخطط، المخطط ده بيوضح لنا مسار الطاقة وتحولاتها من صورة لأخرى في خطوات متتالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا كده بيكون عبارة عن رسمة بتوضح لنا مسار الطاقة ماشي ازاي، والطاقة دي بتتحول من ايه لايه، او بتتحول من صورة ايه الى صورة ايه في خطوات متتالية ورا بعضها، عشان نعرف هي الطاقة دي جاية منين وكانت صورتها ايه، وبعد كده راحت على فين وتحولت لايه. وهنلاقي هنا يا سنة رابعة ان الطاقة دي بتبدأ من الشمس،
بتوصل للأجهزة المختلفة اللي احنا ايه اللي احنا بنستخدمها. فبالتالي سلسلة صور الطاقة دي بتساعدنا ان احنا نفهم كيفية انتقال الطاقة. نقول تاني، سلسلة صور الطاقة دي بتساعدنا ان احنا نفهم كيفية انتقال الطاقة من صورة الى صورة تانية. هناخد دلوقتي امثلة كتير على الكلام ده وهيوضح لكم. طيب تعالوا نتكلم عندنا هنا في المثال الاول. هنلاقي اول مثال عندنا انتقال الطاقة عند تناول البرتقال. ازاي الطاقة بتنتقل لما احنا بنتناول البرتقال؟ طيب في البداية كده عندنا يا سنة رابعة هنلاقي ان الطاقة الشمسية، طبعا احنا قلنا هنبدأ منين؟ من الشمس. طيب هنلاقي ان الطاقة الشمسية دي بتوصل للارض في صورة ايه؟ في صورة ضوء وحرارة، صح كده؟ نقول تاني، الطاقة الشمسية بتوصل للارض في صورة ايه؟ في صورة ضوء وحرارة. بيبدأ بعد كده النبات ياخد الطاقة الضوئية بتاعت الشمس دي عشان يحولها بعد كده الى طاقة كيميائية. قلنا كده في عملية البناء الضوئي، قلنا ان النبات بياخد ضوء الشمس مع غاز ثاني اكسيد الكربون وبيبدا يعمل عمليه البناء الضوئي اللي من خلالها بيصنع غذائه بنفسه. فبالتالي لما بياخد ضوء الشمس بيحوله الى طاقه كيميائيه. طاقه كيميائيه في صوره ايه بقى؟ في صورة مواد سكرية اللي هو الغذاء بتاع النبات، تمام كده؟ والمواد السكرية دي بتكون مختزنة داخل البرتقال. نقول تاني، يبقى هنقول هنا النبات بيحول الطاقة الضوئية اللي هي بتاعت الشمس إلى طاقة كيميائية بيكون على شكل مواد سكرية مختزنة داخل البرتقال. طب إيه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ لما بنيجي إحنا بقى يا سنة رابعة نتناول البرتقال ده، بتبدأ تتحول الطاقة الكيميائية اللي هي مختزنة في البرتقال على صورة مواد سكرية دي، بتبدأ تتحول لنا إحنا إلى طاقة حرارية. طيب إزاي يعني يا مس هدير الطاقة الكيميائية اللي في الغذاء أو في النبات تتحول لنا إحنا طاقة حرارية؟ هقول لك، طبعا مش احنا لما بنتغذى على النبات او على الاكل عموما بنبدأ ان احنا نلاقي عندنا طاقة نشاط، بنبدأ بعد كده نقدر ان احنا نتحرك ونقوم بالانشطة المختلفة، تمام؟ يبقى هي دي كده اسمها الطاقة الحرارية، ان احنا لما بناخد الطاقة الكيميائية من النبات بتتحولنا بعد كده الى طاقة حرارية، تمام؟ حلو جدا. طيب تعالوا ناخده مع بعض مثال تاني كده سنة رابعة برضو على تحولات الايه؟ الطاقة. طيب عندنا هنا تاني مثال اللي هو ايه؟ اللي هو انتقال الطاقة عند تسخين الماء او عند تسخين اناء به ماء على النار. طيب تعالوا كده نشوفوا برضو ايه العملية بتبقى ماشية ازاي. اول حاجة عندنا هنا هنلاقي ان عشان تنتقل الطاقة عند تسخين الاناء اللي فيه المية ده، هنلاقي ان عندنا برضو هنا ايه؟ الشمس هي البداية. طيب بتبدأ من الشمس ازاي بقى؟ لان الشمس بتبدأ تنتج طاقة ضوئية، تمام كده؟ بيبدأ بعد كده ياخدها الشجر، بيحول الطاقة الضوئية دي، مش الشجر ده من النبات، تمام؟ فبيبدأ ان هو ياخد الطاقة الضوئية للشمس دي عشان يحولها الى طاقة كيميائية. طيب يبقى احنا قلنا بدايتنا الشمس بتطلع لنا طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية دي بتتحول الى طاقة ايه؟ الطاقة الضوئية دي بتتحول لنا الى ايه؟ الى طاقة كيميائية داخل الاشجار. طيب لما بقى بنحرق الاشجار، عند حرق الاشجار بقى ايه اللي بيحصل؟ بتبدأ تتحول الطاقة الكيميائية المختزنة داخل الاشجار دي الى طاقة ايه؟ الى طاقة حرارية. يبقى نقول تاني، عند حرق الاشجار اللي بيحصل بتبدأ تتحول الطاقة الكيميائية اللي هي داخل الاشجار الى طاقة ايه؟ الى طاقة حرارية. نقدر بقى ساعتها نستخدم انا الطاقة الحرارية دي في تسخين الايه؟ الماء. يبقى بعد كده تعمل على تسخين الماء. يبقى احنا عرفنا ببساطة ازاي بتنتقل الطاقة عند تسخين الماء. اللي بيحصل بدايتنا الشمس بتطلع طاقة ضوئية، بيبدأ بعد كده الاشجار تحولها الى طاقة كيميائية، لما بنحرق الاشجار بتتحول الى طاقة حرارية، الطاقة الحرارية بتعمل على تسخين الماء. طيب مثال كمان يا مس هدير عشان نتأكد ان احنا فهمنا الكلام ده، تعالوا نقول لكم هنا مثال حلو جدا كمان عندنا هنا. عندنا هنا وهو مجفف الشعر. هنلاقي ان اول حاجه ان برضو الشمس بتنتج طاقه ايه؟ ضوئيه. هنلاقي بعد كده ان بتبدا الاشجار تستخدم الطاقه ديت عشان ايه؟ عشان تنمو. مع مرور بقى ملايين السنين يا سنه رابعه، هنلاقي ان بيتكون الفحم من بقايا الاشجار الضخمه المدفونه ديت. يبقى بقايا الاشجار الضخمه المدفونه دي بتتحول الى ايه؟ بتتحول الى فحم او بتكون لنا الفحم. طيب بنبدأ بعد كده ان احنا نستخدم الفحم ده في محطات توليد الايه؟ الكهرباء. طيب ايه اللي بيحصل بقى داخل محطات توليد الكهرباء؟ بيقول لنا هنا عند احتراق الفحم بتنتج طاقة حرارية. يبقى احنا لما بنحرق الفحم ده بيطلع لنا طاقة حرارية عشان تتحول بعد كده الى طاقة كهربية.
يبقى عندنا هنا لما بنحرق الفحم بيتحول لنا لطاقة حرارية، تحول بعد كده الطاقة الحرارية ديت إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية. بنبدأ بعد كده ننقل الطاقة الكهربية ديت من محطات توليد الكهرباء إلى المنازل عبر الإيه؟ عبر الأسلاك. يبقى إحنا كده وصلنا الطاقة الكهربية للمنازل بالأسلاك. بعد كده بقى بتبدأ تنتقل الطاقة الكهربية ديت إلى مجفف الشعر. مش إحنا لما بنوصل مجفف الشعر ده بقى بالسلك كده، سلك مصنوع من النحاس بالكهرباء، بيبدأ إن هو توصل له الإيه؟ الكهرباء. تمام. طب لما بنشغل بقى مجفف الشعر إيه اللي بيحصل؟ بتبدأ تتحول الطاقة الكهربية كده زي ما قلنا في أول الدرس إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حرارية وصوتية وحركية. فإحنا هنلاحظ من هنا كده يا سنة رابعة إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني الطاقة ما بتخلصش ولا أنا بنعملها بنفس من العدم، لأ ده الطاقة بتتحول من صورة إلى إيه؟ إلى صورة أخرى، كلها بتتحول أهيت زي ما إحنا شايفين كده. تمام. يبقى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طب ده اسمه إيه يا مس هدير؟ ده اسمه قانون بقاء الطاقة. يبقى قانون بقاء الطاقة هو إيه؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب معانا هنا سؤال حلو جدا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا هل يحدث فقد في الطاقة التي تصل إلينا؟ هل من كل العمليات اللي بتتحول فيها الطاقة من صورة إلى صورة ديت بيحصل فقد في الطاقة؟ هقول لك أيوة طبعا، بيحدث فقدان في الطاقة المستخدمة في بعض الأجهزة. في طاقة بتكون إيه؟ اسمها الطاقة المهدرة. تمام كده؟ يبقى اسمها الطاقة المفقودة أو المهدرة. طب دي بتطلع في صورة إيه يا مس هدير؟ هقول لك إن هي غالبا بتكون على شكل طاقة حرارية، بيتسرب بعض الطاقة على هيئة صور تانية، زي ما قلنا أغلب الطاقة ديت بتكون على شكل طاقة ايه؟ حرارية. وبكده اسمنا رابعا كنا احنا خلصنا درسنا النهاردة. ما ننساش نشوف الدرس اللي فات علشان نكون متابعين المنهج كامل مع بعض ان شاء الله، وانتظروني الفيديو القادم نكمل مع بعض ان شاء الله منهج مادة العلوم. كانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس.